شبك مسرور شاهر سيفك عم تقاتل شو عائلة الحرب؟ أنا ساحب سيفي لأمنع وقوع الحرب وأحول دونها، ولو اشتعلت لأكلت الأخضر واليابس. ما فهمت؟ هل تعرف ماذا يوجد في الزاوية الحدودية بيننا وبين سلطنة شوكستان؟ إيه، شجر التين مزروعة بأرضنا. صحيح، وهي تمد أغصانها فوق سلطنة شوكستان. إيه، وشو المشكلة؟ المشكلة واضحة وضوح الشمس، ولكنها الآن ليست مثارة أو فيها نزاع، ولكن علينا أن نفكر ماذا سوف يحدث غدا. وشو بده يحدث دخيلة؟ إذا أثمرت شجرة التين المزروعة في أراضينا وعبر حدودنا وهفت نفس السلطان وسلطان الشوكستان وأكلا منها، فهذا اعتداء سافر على حقوقنا وأملاكنا. وماذا كنت تنوي أن تفعل بهذا الصيف الصدئ؟ أنوي أن أقطع الأغصان الممتدة حتى أراضينا عبر الحدود إلى أراضيهم، والتي قد تسبب النزاعات والمناوشات وربما حروب لسنا مستعدين لها. وابعد عن الشر وغني له. ولكنك لا تستطيع أن تدخل إلى أراضيهم وأنت شاهر سيفك، لأنهم سيعتقدون أن الشر هاجم وأن الحرب قد دقت طبولها. بس يا شباب، الاعتداء متبادل، فالعدوان متبادل، إذن فالعدوان متعادل. كيف؟ كيف؟ يعني مثل ما في نحن عنا شجرة تين مادة خصانة على أراضيهم، في عندهم هن شجرة لوز مادة خصانة على أراضينا.
ابدأ بنفسك ثم بعدوك، وما دمت ساحب هذا السيف سأذهب وأقطع أغصان شجرة اللوز الأخضر الممتدة من أراضي شكستان إلى أراضينا. لك اصحك اوعى تعملها. ليش بقى؟ أنا شفتها لمولاتي شهرزاد مرة واقفة عن شجرة اللوز عم تاكل، والعلامة كانت ماسكة كمشة ملح بإيدها اليسار وبإيدها اليمين عم تقطف بهاللوز، وتغط بالملح وتاكل، ما في غير تغط بهالملح وتاكل، وإذا قطعت غصانة حبيبي بتقطع لك إيدك وبتعلقها برقبتك. معناته يا مسرور ضب لي السيف وخلينا نترك هاي المسائل للكبار وأصحاب القرار. شهرزاد ما بك منذ ساعة وأنت تنظرين عبر تلسكوب، ماذا هناك؟ أنظر وأتأوه وأشتهي وأحسد، رغم أن الحسد ليس من طباعي، ومثل ما بيقول المثل عين الحسود فيها عود. بعيد الشر عنك حبيبتي. على ماذا تتأوهين وتحسدين؟ أحسد سلطنة شوكستان المجاورة. لا أرى ما يحسدون عليه قياسا لما لدينا يا شهرزاد. لديهم شجرة اللوز التي تمتد إلى أرضنا عبر الحدود بأغصان قليلة هزيلة، كم أتمنى لو كانت في أرضنا. شهرزاد نحن أيضا لدينا شجرة تين. بس أنا ما بحب التين، وأنت بتعرف حلو وبلاعيلي نفسي وبيعملني مغص. أنا بحب اللوز الأخضر. بكرة إذا الله طعمني حملت وتوحمت بدي اتوحم على شي حامض 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 أرقطه بين سناني ورش عليه ملح. بدي اتوحم بليز. سأفعل سأفعل يا حبيبتي سأفعل. إذن أنت تفضلين اللوز الأخضر عن التين الأحمر، ولكن أنا أيضا أفضل معود التين، أحبه صباحا. دخيل الله، أنت في شيء حلو ما بتحبه؟ هذا الأمر ليس بيدنا يا شهرزاد، هناك ممالك وجمهوريات وأقاليم وسلطنات بينهم نزاعات كبيرة وشديدة حول ما يملكون من ثروات وإلى آخره، وهم لديهم ما لديهم ونحن لدينا ما لدينا. نعم، لكن لو أن شجرتهم لا تمد أغصانها عبر الحدود إلى أرضنا، ولو أن شجرتنا لا تمد أغصانها عبر الحدود إلى أرضهم لهان الأمر، ولا ما فكرت باللوز ولا اشتهيته. اللعنة، طول الليل وأنا سهرانة عم فكر ما أجالي نوم، وأنا عم روحي واجي وحوص وجماعة وطرحة ما عم تزبط معي. ليش هنن عنده شجرة لوز ونحن ما عنا؟ ليش؟ شو يا ترى هن بيفكروا مثل ما نحن بنفكر؟ من هم؟ سلطان شوك، سلطان شوكستان، ومرت السلطان ورد. لا تذكري اسمه امامي، فاسمه يوخذني. يا حبيبي انا ما عم جيب لك سيرته لاستفزك، انا بس عم بحكي بالمنطق. هو ختيار وهي ختياره، يعني هو وياها مالهم اسنان واسنانهم هفرين، حتى بدله اسنان ما عندهم، يعني التين مناسب لهم كثير، بيبلعوه ما بده مضغ، اما اللوز فبده اسنان قويه لحتى تطحنه اسنان قويه. حسنا سأذهب إلى المجلس. أوكي حبيبي، طالما أنك رايح المجلس بليز بليز بليز، شو رأيك تبحثوا اتفاقية ثنائية بينية تبادلية بينك وبين السلطان شوكستان لحتى تتبادلوا شجرة اللوز بالتين والعكس صحيح؟ شو رأيك؟ لا 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 دخيلك، هذا واحد نكت وشايف حاله والحوار معه عقيم، يعني عدم العلاقة معه أفضل من العلاقة، يعني لا 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 لا. أوكي حبيبي أنت حر، بس أنا برأيي إنه هذا الموضوع بالمستقبل ممكن يعمل نزاع حدودي عجيب بيناتكم، وممكن يشعل فتيل حرب أهلية طاحنة ومستعرة، فأنا نصحتك بدك نصحتك ما بدك. حسناً 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 حسناً، على كل لكل حادث حديث. أوكي حط بقى. حطيته. خزنت. خزنت حبيبي. خزنت. خزنت. طحنت. طحنت. وش حال؟ سبحان الله وتبارك الله، ما دقت أطيب من هالتينة، حتى شكلها أحلى من طعمتها والله. دوق دوق
بطلع هيك على هالشجرة البر وبتحصر، بتركوها هيك واقعة على الأرض وما بيقطفوها. الله بطعم ينجاف للي ماله دراس. بس اتفرج على هالشجرة هيك بصير يفرق قلبي وبحسدهم، مع انه الحسيدة مو من طبعها. لا والله مو من طبيعتي، بس انتي ليش بديتي ايدك على شجرتهم؟ اولا انا ما قطفت من شجرتهم، انا لميت المستويين واللي وقعانين على الارض. ايه بس قصدي يعني ديري بالك ما تكون مدودة. التين دودة من عوده. اوه ما بيأثر. هذا اولا. وثانيا نحن ما اعتدينا عليهم وجتزنا حدودهم، بالعكس تمام، هن المعتديين وشجرتهم مادة أغصانة فوق حدودنا وعبر فضائنا وفوق أرضنا كمان. ونحن كمان شجر اللوز الأخضر تبعنا مادة أغصانة فوق فضائنا وحدودهم. مظبوط. آخ يا شوك، ببقى قاعدة هيك جنب السور أحيانا بسمع بإذني شهرزاد خانهم هي وعم تقطف من شجرتنا اللوزات وبتبلش تاكل فيهم وتقرمشهم. هيك قلبي بيفرك، وبتمنى لو بقدر هيك نط من فوق هالسور وامسكها من شعراتها واشمطها كفين وامعطها هيك فيهم معط. لا الله يستري، ما بدنا توتر وصراعات بيننا وبينهم بهذه الفترة، حتى الظروف الدولية لا تسمح بذلك. يعني إذا كان سمتها مشاكل حدودية يجب حصرها تحديداً ضمن الحرب الباردة، يعني ما نولعها وتحرق الجانبين. ماذا تريد أن تقول يا سندباد؟ يا مولاي أنا أرى. ماذا؟ أنا أرى؟ يا حبيبي بكرة بتقلي وليكن، أني أعتقد وربما تناديني يا شهريار. أنا أرى. تفضل أكمل. عفوا يا مولاي. ألا ترى يا مولاي أن يحل هذا الوضع المعقد على بكير قبل أن يتفاقم ويمتد؟ يعجبني فيك يا قمر زمان أنك لا تستعير مفرداتي. وليكن. أكمل. قد ينتج عنها يا مولاي نزاعات ومشاكل لا تحل إلا بالحرب والاقتتال. يا ريت يا مولاي يا ريت، صار الواحد يشتهي الحرب والقتال والنزاع شهوة مطار. مزرور أرجوك لا تشتهي الحرب، نحن في غنى عنها. أكمل. السلطان شوك استان زلمي على حافة أبره، هذا إذا ما كان مات ونحن عم نحكي هلأ وما منعرف مين بده يخلفه. وانت يا مولاي يعني بده يجي يوم وتموت وما منعرف مين بده يخلفك. خلاص ولاد، خلاص وتف من تمك. أقصد يا مولاي بعد عمر طويل أطال الله في عمرك. أفصح وأكمل واختصر. حاضر يا مولاي، فإذا في إمكانية نحل هذه الخلافات اليوم بالحكمة بين السلطانين الحكيمين. نولا عم تساويني فيه؟ تضرب انت وياه؟ آسف مولاي، أقصد بالحكمة من جانبكم وبالخوف من جانبه، فليش ما بصير في أسس ثابتة بين الدولتين؟ يعني قصدي في الأرض المنطقة الحدودية اللي فيها شجرتين المتداخلين فيها الأغصان. حسنا، ولكن ما الذي ترمي إليه؟ إذا ما رفع أمر المنطقة الحدودية المهدومة السور بين أراضي السلطنتين ودرءا لأي إشكالات حالية أو مستقبلية، عم قول إذا ما رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية وهي الجهة المختصة في حل النزاعات الحدودية، فيمكن أن نرتاح إلى الأبد من وجع الرأس بتثبيت الحدود وإعادة ترسيمها. ذلك أن الأساس في هذا القانون الدولي أن أرض كل دولة أو سلطنة وما عليها وما فيها من ثروات وشو فيها من أزهار وأشجار وثمار هي حق كامل غير منقوص لها. ولكن يا سندباد لا يوجد خلاف يستدعي كل ذلك. قد لا يكون الخلاف ماثلا الآن، ولكنه محتمل الحدوث غدا في المستقبل القريب أو البعيد، وهذا ما نبهني عليه مسرور هذا الصباح. قولتك ما؟ أصلا أنا مو مسكتني ودابحني إلا هالظروف الدولية اللي عم تحكي عنها. طيب شو رأيك؟
تعمل هيك اجتماع قمة، يعني مباحثات هيك جانبية انت وشهريار، وتتباحثوا مشان قضية الشجرتين، او يعني تبحثوا بكيف ممكن نعمل اتفاقية بيئية لتبادل ثمارهما. لا الله يخليكي، لا بدي ابحث معه ولا يبحث معي. اساسا هذا السلطان شاب عاله كثير ومعنطرس، معنطرس مفكر حاله عايش بزمن الف ليله وليله. مزبوط معك حق، لسه مرته شهرزاد اضرب منه، مفكره انه لساته بتقدر تلعب على العالم بلسانه وحكاياته السخيفه والتافهه مثلها. شفتي؟ فاذا كان سيصار الى نزاعات حدوديه في المستقبل يجب حلها عن طريق محكمه العدل الدوليه. وهي محكمه محايده تعطي لكل ذي حقا حقه، يعني ما بدي وجع راسي، ما بدي وجع راسي نهائيا. مزبوط معك حق، بس هو الموضوع اللي شاغلني عن مزبوط مو انه كم حبه لوز على شجرتنا وكم حبه تين على شجرتهم. خير لك، شو اللي شاغلك؟ افكر بشجره التين. شفتي قديش عينها وقحة وقوية؟ شفتيها وشفتيها شلون بخش الحيط؟ بخش الحيط؟ الآن عم فكر إذا هي تسللت من تحت الحدود ووصلت لمياهنا الجوفية وبلشت تسحب منها، سنواجه مشكلة في نقص استراتيجي للمياه الجوفية، مما سيؤدي إلى مشكلة في مياه الشرب والغسيل والجلي. يخرب بيتك ما أقواك على هالفكرة. لك قديش إلي أنا وياك عم بتمرس بالسياسة والحكم، ما خطر عبالي هالموضوع بنوب. عكلين روح انت ارتاح شوي، خد لك غفوة وريح لي راسك. انا لح اطلع شوف اذا بقدر القط لي كم حبة تين من الارض وقع جديد، او اذا بقدر اوصل لغصن المعتدي واخد لي كم حبة جداد من فوق، وبرجع بتناقش انا وياك بهذا الموضوع. ماشي. مولاي السلطان، مولانا السلطان يفكر الآن. ما وراءك؟ ما وراء يعني مصيبة كالعادة معلم. الجواري تبعك وسلطان شوكستان علانين طوشي واصله السما يعني، وهذا عم بعيط وبصيحة وعم بيقول إذا كنك رجال بتطلع لعنده. بس أنا شو قلت له؟ قلت له معلمي رجال ونصه بكسر رأسك كمان. لك يخرب بيتك، ليش هيك قلت له؟ بدك تعطيني بطقم اسنانك المسوس اللي بتحطيه تحت من خدك اليوم قبل ما تنامي؟ ما انت يا دوبك تمضغي هالكمتين اللي عم تسرقيهم من شجرتنا. لا حبيبتي، ما رح والله اطلع وحكي لك، بس بدي اوصل لهالشعرات اللي بتضلك فرحانه فيهم واقفه قدام المرايه عم تنشطيهم وامسكهم هيك ومعطلك اياهم معك. بعدين انت عم تحكي على هالكم كوزي مو كل نهارك واقفه قدام شجره اللوز تبعنا عم تقلمشي. شوفي يا عربية يا فجعانة. خير خير يا جماعة خير. شوفي نزاع 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 نزاع. ما في شي حياتي، بس اسمح لي رد عليها. حياتي على القليلة أنا عندي شي محرز اطلع بحالي على هالمراية وقول سبحان الذي خلقني. مزبوط سبحان الذي خلقك يا مولاتي. على القليلة شعراتي هدول عاملين مثل الشلال، بدليل إنه نزار أباني بجلالة قدره تغزل فيهم. نعم. مو تغزل بهالكم شعرة الشايبين اللي بشعرك. رح اصبغيهم. لكو ليه عم تعينيني بالشيب وهو وقاره؟ يا ليتك تعينينني بما هو عاره. يا جماعة طولوا بالكم، خلوا السلاطين السلم يتناقشوا ويتحاوروا بهذا الأمر. خلاص شوفي يا عزمة السلطان، اسأل جواريك وخاصة تلك. بس بدون شوفي الله وكيلك ما في شي يا مولاي. هدول الجماعة متبلونة تبلي أنا ومولاتي شهرزاد والجماعة، يعني كنت قاعدة بالمطبخ قمت سمعت زقزقة عصفور، طلعت من الشباك لقيت العصفور واقف على شجرة التين تبعنا. ايه ومن اي جهة يا جارية؟ من الجهة الممتدة الى اراضي شوكستان يا مولاي. عشان هذا مكملي. الحقيقة اني انا تجاكرت كتير ونغزت وتضايقت. وانا كمان يا مولاي كتير تضايقت، الشجرة شجرتنا ليش ما بيغرد من جهتنا؟ مزبوط. قمت انا عملت تجربة يا مولاي، جبت بحصة صغيرة وضربت على العصفور هيك، شو قلت لحالي؟ يا بيطير وبيروح على غير شجرة،
يا بيجي لعنا على جهتنا يزقزق. إذا أنت تعترفين أنك أطلقت حجرا عبر الحدود إلى سلطنة ثانية مستقلة وذات سيادة؟ إيه يا سيدي، أقر وأعترف. أرأيت؟ بل أسمعت أيها السلطان؟ سمعت، هذا كل شيء يا بدر البدور؟ لا يا مولا، هذا مو كل شيء. الحقيقة أنه أنا صدت للعصفور مع أني ما لي صيبة، صدفة. أين تخاف؟ في أراضي سلطنة شوكستان. ها؟ جهفة؟ إيه بس يا مولاي، أنا بعتت شمس النهار لتروح تشوفه وتجيبه، يعني إذا لساته عايش منعالجه. إيه يا مولاي، وأنا رحت وركضت ودقيت عليهم الباب، قمت لقيتهم دابحينه للعصفور وآكلينه ومتاكين من حقنا وقد وقع في أراضينا. ربما يكون من حقكم يا عظمة السلطان ووقع بأرضكم، بس الشجرة شجرتنا وغصنا ممتد إلى حدودنا ويشكل اعتداء على أراضينا. كمان شجرة اللوز بأراضيكم وأغصانها ممتدة إلى أراضينا، وهذا يشكل عدوانا علينا. طبعا إن شاء الله ناويين تقطعوا أغصان شجرة اللوز من أرضنا، وإن شاء الله بدكم تقطعوا أغصان شجرة التين من عنا. ليس هذا ما نفكر فيه يا وردة. أنا قبل شوي كنت قاعد أنا وأعضاء مجلسي، وقبل أن أسمع السلطان وهو يزعق وينادي أتيت إليه، فإن وافق عظمة سلطان شوكستان على حل هذا الوضع بالروية والحكمة والاحتكام إلى من هم أهل لتسوية هذه الأوضاع الدولية المتداخلة، فإنني أرى ذلك وأدعو إليه. وما هو؟ ترى يا سلطان، نحن لسنا مخلدين، فلا نترك لمن يأتي بعدنا أوضاع حدودية ليست واضحة المعالم أو تثير إشكالات ما ومشاكل قد تبدأ هينة وصغيرة وتنتهي إلى ما لا يحمد عقباه. والله القول قولك يا سلطان. الشور شورك يا أخي، فماذا ترى؟ هل نبعث إلى محكمة العدل الدولية ليرسلوا لنا لجنة تحقيق وربما قضاء، نبسط أمامهم الوقائع والوثائق ونطلب إليهم معاينة منطقة الشجرتين والحدود المحيطة بها، وبالتالي ترسيم حدود وتثبيتها؟ ها؟ هذا كل ما يلزم، حدود. نعم والله جبتها، وأنا من عندي موافق، وخير بري عاجله. أصلا أنا حسبت حساب وكلفت السندباد يخطف رجله ومعه الوثائق أيضا، يضع الأمر والقضية أمام عدالة المحكمة الدولية. وأنا من جانبي سأرسل موفدي ومعه الوثائق. شفت يا أخي، شفت كل شيء ممكن ينحل بالتفاهم، وصحتين وعافية على العصفور. الحمد لله، القهوة ما بتنشرب إلا عنا. القهوة ما بتنشرب إلا عنا. قهوتك المشروبة تقبريني، بس نحن الدكتور ما نعنا من القهوة لأنه بترفع الضغط، ما بنقدر نشربها، ما بتخلينا ننام. يي اشربي يانسون، اليانسون بيساعدك على النوم. الله وكيلك، بتنامي ما بتعدي بتفيقي. تسلميلي، بكرة بنشربها بعد ما تزبط محكمة العدل الدولية، بس بنشربها شربات. ابقي طلي علينا. ما بنستغني. وبتتعربشوا فوق شجرة اللوز الأخضر الموجودة بأرضه للسلطان شوكستان، وبتقطفولي كل شي فيه لوز أخضر، حامض 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 حامض، لأنه إذا ما بدوق اللوز الأخضر هلأ والحامض بيغمى علي. معناته مولاتي حبلة وتحققت الأمنية. لا 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 لا. شو الخبرية؟ هاي الخبرية مو مزبوطة وما لها جنس الأهمية. يلا تحركي أنت وهي وهي. هل حامل قهوة؟ إيش طالع بإيدي؟ مسرور، هل تعتقد بأن السندباد سيطيل الغياب؟ لا أظن ذلك، فالهيئات والمنظمات الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية قراراتهم سريعة وحاسمة. غمض عين، فتح عين،
تلقاها أمامك، ولا أقول لك برا تغمض عين، فتح عينيك الاثنين. ما أخلصك على المسح. شو؟ شايفك ما طولت. شو هي حكاية؟ اجوا معي ممثل التحقيق جايب معه شنتاية وناظور. حزير شو جايب معه ممثل هيئة المحكمة الدولية. شو؟ ميزان. ميزان مي؟ برجع الميزان. شو خير طالع؟ بعتوا خبر وراي لأنه وصلوا جماعة محكمة العدل الدولية مشان يحكموا بيناتنا بشأن النزاع الحدودي وبشأن الشجرتين. لكن قبل ما تنفذوا القرارات اللي رح تتخذوها لروح لقوط لي كم حبة تين من على الأرض، أو إذا بقدر أقطف لي كم وحدة من على الغصن جداد بيكون أحسن، لأنه بكرة بننحرم منهم ما بنقدر نوصل له. إيه لقوطي. صحيح، بعدين الاجتماع ليش عندهم معنا؟ أوعك ها فسروا الاجتماع ما بصير غير عندي. يعني عنا ايوه يلا خاطر. سبحان الله يا سبحان الله على هالتينات. الله بطعم التين للي ماله سنين. قالون على هالتينة ما أظرفها، كيف الله حارمني هالسناء. وليه ورصاص انت وياها يهر هالسنان؟ سامعتكن عم تتصحلى لي انت وياها. بتقول ما بعرف انه عم تقطفوا من اللوزات. اسمعي وليه بتقولوا لها لشهرزاد خانم ان شاء الله مطرح ما يسري يهري، وإن شاء الله ما بيصفي له ولا سن من أكل الحامض والحلو. وخنان وخنان يخنك خنو ما يخلي لك ولا سن. لقد أردنا أن تنعقد الهيئة هنا. نعم. لندرس الوضع على الطبيعة. لقد أردنا. وبعد التدقيق في كافة الوثائق والنظر في بينات الطرفين ثبت لنا أن الموضوع أقصد موضوع الخلاف والنزاع حل نفسه بنفسه. يا لطيف. ولهذا سنأخذ رغبة الفريقين متنازعين بالاعتبار. يلا. الصحيح أننا في شوكستان نرغب أن تكون شجرة التين ضمن حدودنا، سيما وأن زوجة السلطانة ترغب بل تحب التين ولا تستطيع أكل اللوز، بل لا تحبه. لذا أرجو من محكمتكم الموقرة أن تعيد ترسيم الحدود على هذا الأساس. وليكن يا شوك، وليكن. يبدو أن الرغبتين متطابقتان ومتعاكستان في ذات الوقت. نحن نرغب أيضا. لما لا نحن نرغب أيضا. نحن في سلطنة شهريارستان جميعا نحب اللوز، وخاصة السلطانة شهرزاد، إنها تهوى اللوز هي والجواري، ويأكلونه مع الملح يوميا. إذا إعادة ترسيم الحدود كما هو متفق على هذا الأساس. وليكن بناء عليه وما تبين لنا من رغبة الفريقين وتوافقهما عليه، وبصفة التمثيلية والقانونية أعلن قرار المحكمة الدولية بإعادة ترسيم الحدود بين سلطنتي شهريارستان وشوكستان، بحيث تدخل شجرة اللوز الأخضر ضمن الحدود الدولية لسلطنة شهريارستان، وتدخل شجرة التين ضمن الحدود الدولية لسلطنة شوكستان. حلو كتير. قراراً غير خاضع للاستئناف، وعليه يغلق ملف هذه القضية. يا سلام مبروك يا شوك. شوك بيك. مبروك 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 مبروك. انحل النزاع خلاص.
الله يخليك، مبروك ان شاء الله، ان شاء الله ما بتشوفوا نزاع الا تفضلوا. اهلا. شو عملت؟ انا شو عملت؟ لك شلون شو عملت؟ كيف شو عملت؟ كيف بتحرمنا من شجرة الموز الأخضر أو تعطيهم إياها؟ شلون هلا بدنا نطولها وهي صارت ضمن حدودهم؟ أنا عملت هالشغلة بناء على طلبك، أنت قلتيلي بتحبي التين وبتشتهيه وبتحسدين عليه. مزبوط كنت حبه واشتهيه واحسدهم عليه لأنه كان ضمن حدودهم، أما هلا على شو بدي احسدهم؟ بعدين كنت حبه واشتهيه بس لأنه كمان كان على شجرتهم، بس هلا قرفته، مليت منه ومن حلاوته، ما عاد طايقته للتين. بدي شجرة اللوز الأخضر ترجع، وإذا كانت حشتك إنه ما عندي أسنان قرقة لوز رح ركب بدلة أسنان، ماشي؟ المهم السلطانة شهرزاد ما تتهنى فيه. خلص اللي صار صار. لا، اللي صار مو صار. بدي تعمل إعادة ترسيم حدود وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه سابقا. ما بقدر لانه محكمه العدل الدوليه ما بتناقش الموضوع مرتين، يعني بدل ما تسكروا الملف ما بقى يفتحوا مره ثانيه. طلعتني محكمه العدل الدوليه، مو مشكلتي يا اخي، تصرف. روح شوفه للسلطان شهريار وتباحث انت وياه، لازم شجره اللوز الاخضر ترجع. مل قلبي، لك مل قلبي من التين، صرت اشتهي للوز الاخضر، ايقطع التين وساعته. طولي بقى. اهدي بعدين بنحكي، بكره بنحكي ونرتب الامور. يعني كيف بدك يعني اهدى بعد عملتك السوداء؟ طيب يعني هلا انا غلطت، يعني اذا جبت لك الشجره كلها لعندك مو انت هيك بتحبي؟ لك مو انت اللي بتحبي اللوز الاخضر وعم تشتهي وعم تحسدي وعم تقنطي مع ملح؟ كنت لما كانت شجره اللوز بارضهم مو بارضنا، الن مو النا. يعني لما كانت الشجرة عندهم صار بدك اياها، لما راحت من عندهم صرتي انت بدك اياها. ويعني والله احترتها، يعني انا غلطت لاني جبت لك الشجرة كلها لعندك. طلعت من نفسي، اسناني عم ينمعوا علي وخايفة عليهم يسوسوا من اللوز الاخضر، صار بدي شي حلو وما في احلى من تينات شجرتنا. ما في، لازم تسلمي بالامر الواقع، كانت شجرتنا وبدها ترجع شجرتنا وبأرضنا وضمن حدودنا وأراضينا. لك أنا ما عم نام الليل وأنا عم بتقوى واتوجع واتحسر واحسدن. لما كانت شجرة اللوز بأرضهم كنت اشتهيها كتير لأنه كانت عندهم مو عنا. هلا اختلف الوضع، شجرة التين بطلت تكون إلنا، صارت إلهم. عشان هيك رجع بالي تين، التين. شو بدي اعمل؟ بتشوف المحكمة الدولية اللي اتفقت معها من اول مرة وتآمرتوا انتوا اثنين علي، خلوني يعيدوا ترسيم الحدود ويرجعوا الوضع الى ما كان عليه. مستحيل، عم تفهمي علي؟ مستحيل. محكمة العدل الدولية لن تنظر بنفس القضية مرتين، الملف بيفتح مرة واحدة بس. شوية لعبة. لكن طبعا لعبة، هاي مو مشكلتي. تقعد انت والسلطان شوك تبعك تتباحثوا تتناقشوا اعيدوا الاتفاق، ما هي لعبة. مسرور بدي اياك تخطف رجلك بسرعه وتروح تجيب لي رجال المحكمه الدوليه بسرعه، اوكي؟ دور عليهم قبل ما يوصلوا يكتبوا تقريرهم، يلا اوام. ولكن يا موني، اين يمكن ان اجدهم وانا في هذا العالم الواسع؟ تعال هون، وطي صوتك، روح شوفهم، ممكن تلاقيهم بالمطار مثلا او باحد الفنادق. سأل انت وين نزلوا اول ما اجوا، سأل بالمطار بيقولوا لك، او ممكن تلتقي فيهم على مفترق طرق.
وش يمكن نقول لهم حتى يجوا معي؟ قل لهم انه مولاي شهريار خير رايه. قل لهم هو بده شجره التين تضل بارضه، لانه مولاتي شهرزاد هيك بدها. يعني مولاي السلطان ما بده يزعل، يعني هو بيقدر يتحمل مثلا زعل المحكمة الدولية أو غضب المجتمع الدولي، بيقدر يتحمله، أما زعل شهرزاد صعب عليه. يعني أنا عايش معها حياتي كلها، أنا ماني متجوز المجتمع الدولي، أنا متجوز شهرزاد. أوكي مصروف، فهم علي؟ أوكي حجة دامغة يا مولاي. يلا روح دولي يا مولاي. الله يوفقك، الله يوفقك يا رب. لكن يا ابني اسمع اسمع شو بدي اقول لك. بتلحقهم مثل الريح وبتقول لهم بدكم ترجعوا القوى وتعيدوا ترسيم الحدود وترجعوا لنا شجرة اللون على اراضينا. يعني هي شغله اذا ما كانت سياسيه شغله انسانيه، لانه السلطانه وزري هي رغبتها هيك. وبصراحه السلطانه وزري على حرب الاغراض، يعني بصراحه حماسيه، وانا شخصيا ما عندي رغبه نهائيه اخليها تموت وهي زعلانه. حصلتكم. أخيراً وجدتكما قبل أن تفلت من يدي. ماذا تريد؟ لست أنا من يريد، بل مولاي السلطان شهريار هو الذي يريدكما أن تأتي معي إلى الحدود المتنازع عليها. ويحك، لقد حللنا النزاع وتثبتت الحدود.
ولكن مولاي السلطان غير رأيه. نحن لا نقدر أن نغير شيء، فقد تم الأمر. وقانونيا في الإطار الدولي لا يمكن النظر في القضية مرتين. ولكن المسألة عندنا أثيرت في الإطار الزوجي بين السلطان شهريار والسلطانة شهرزاد، وهذا هو المهم وليس الإطار الدولي. اسمع، ليحل مولاك ومولاتك خلافهما الزوجي في القصر العدلي أو عند المأذون. أما بالنسبة لمحكمة العدل الدولية فقد اتخذ القرار بتثبيت الحدود بين سلطنة شوكستان وسلطنة شهريارستان، وحل النزاع القائم بين شجرة اللوز وشجرة التين، وقد تم إغلاق القضية وإغلاق ملفها ولا يمكن إعادة فتحه. فارجع إلى مولاك السلطان وأبلغه أن قرار محكمة العدل الدولية بتثبيت الحدود يبقى ثابتاً ولا يمكن التراجع عنه، وانقل له اعتذارنا. يعني هيك؟ إيه هيك، يجب أن تكون لجميع الدول حدود ثابتة وواضحة. لكن سبق لي أن سمعت، وكما يقال طرشقت حكية، أن هناك دولة غاب عني اسمها، هي نفسها لا تعترف بالحدود الدولية الثابتة، تحلم بالليل وتقر بالنهار، تتمدد وتتوسع وتتمطط على حدود جيرانها وتنفذ ما تحلم به بالليل. اصمت يا رجل، فقد تتهم بأنك معادي لسامية. أنا لا معادي ولا مصادق، أنا مولى لمولاي السلطان شهريار ابن جل نار، وجايب رسالته إلكم لتشرفوا وترجعوا معايا. آسفين، لا نقدر، غالي وطلب رخيص، ما كانش ينعز. هيك لك؟ ايه هيك. بالنسبة لترسيم الحدود فقد أصبح ثابتا، أما بالنسبة إلى النزاع على الحدود فسنعمل على إنهائه وحله. أجل يا مولاي، هيك هيك. طيب أنا بحلها، يعني رح حاول حلها. تفضل يا عمه. شو حكي؟ أكيد هيك صار. طيب أنا بتصرف. لا بأس، تبقى الحدود كما رسمتها وثبتتها محكمة العدل الدولية، أليس كذلك؟ لا بأس، لا خوف بإذن الله، لا خوف. شو عم تعملوا؟ عم نقلع أسباب الخلاف والنزاع من جذوره. من جذوره عم بيقبعوا الخلاف. اسمعوني. تفضل. يلي بده تين أو لوز، سوق الخضار العالمي مليان، روحوا اشتروا من السوق.